سمع. حيا ابو محمد وسهلا، عسى في مكان. ما هذا؟ أكيد إيش طاولة الأخيرية؟ روح داخل. روح داخل. يلا يا زين، يلا واقف حقك فين؟ ما هي حكيم؟ ايه سلام. وين 6 بيرسون؟ تبوني ولا تبيني؟ اي الله مصور عجيب. اي الله انت العجيب والله. ما شاء الله بس يومين بيرجع. ايوه اكثر من غيره. بقول لك اذا صاد هنا في الشبك مناسب. بس الحاج عبديش صار تشوف. السلام عليكم. السلام. الحاج المدام اول شيء قبل لا تقعد ايش تبي غيوب او تمام ايش؟ بيض وجبن. السلام عليكم. ما تنسي بيض وجبن. عليكم السلام. هاي بيض وجبن ميكس. في نوعين سكرامبل اللي تجي مخلوط. اي مخلوط. لا لا المخلوط. شلونكم؟ الله يسلمك. اليوم محرص. ايش طاري عليك؟ وزفت شكلي هذا. كان اللي بتطير بدني اسمك. هاي سبع. اهلا وسهلا. يا هلا. والله انك طيب. يلا. حيا الله. ما في زوم حسافه. طبعا هذه الجروب اللي قاعدة الشباب في حبيب لا كلهم عاصفين ما يكون اليوم كاشخ سباق قاصرة شنو؟ اللي يعطيك فقرتي شوف اخرى لحالك بقول لك عن ليمان ذيك المرة اللي المثل؟ اي اي المثل اي بس يقول صوتي قوي حق مثل والله التليفون فيه وايد ترنت ها سوي بس التليفون اقوى. لا اوكي يقول له ليما اللي تشوف حدبته انكسرت رقبته زين. اي يقول له حق ليما شلون بولتك عاويه؟ قال انا تشوف ممكن شيء سيده. قالوا اللي مو عنده امل يكوري ليما. هاي ثلاثه ليما في بعد. السلام عليكم. بس هذه بعد اهديه انا حق الحين في هالحاله اخوي عبد العزيز ابو عمر. تسلم. يقول لك يا ابو عمر اشارت بالمساء بدر التمام ولكنها رمتني للسهام وقلت قتلتيني فخافي ايا رشيقات القوام فقالت ما القوام فقلت قصنا تقرد فوقه طير الحمام فقالت ما الحمام فقلت طيرا يبشرني بصحابي الكرام فقالت ما الكرام فقلت ربعا لهم في مهجتي أعلى مقام فقالت ما المقام فقلت قصرا تعالي فيه واستمعي لكلامي فقالت ما الكلام فقلت نطقا كنطق الراح في كأس المدام فقالت ما المدام فقلت خمرا على شفتيك أحمر كالوشام فقالت ما الوشام فقلت خالا على خديك أسود كالظلام فقالت ما الظلام فقلت ليلا سهرنا فيه لم نذق طعم المنام ولما أراحت واستراحت وكان ذاك مسك الختام.
جزاك الله خير. شكرا. اهلا اهلا. لك يا سدرة الأشواق حقي أنا مشتاق طريات يذكرني بأيام وسنين ويا الحبيب الزين اللي يتسليني يا سدرة ما بنساك دوما بطوف أحلاج وكلمة توح الناج حلين وحلي بخواج أحلى عظم بخواج يسدر حضور الأشتاق يا سدرة الأشواق حقي أنا مشتاق. اللي يحطون لي طماطم مش على هذا عجيب دي بعد عجيب من اللي طرش كبر على كاريزما معلش غريب عادي البارد ايوه من قال حار ماي يعني مو صار احنا باري هامبورغ اي مرتين ما قدر مرتين الحين مع نبيل ها ها عاد يجي عاد يروح مع كوجي انا بعدين راح تبرمن سياحه ولا علاج شيء لا هو ربيجنا محمود مضيف ايه جايبوه اوه محمود سجل الزبون نسيته والله صراحة لا شو اقول لك لقاء جميل ها لقاء جميل متوقع ان نشوفك عليه الله يبارك فيك يا شيخ ما مقصر انا شو اخبارك انت اهم شيء صيح صيح هاك صيح صيح حب هالزرع أنا أطلع برا ها؟ أنا هاي عزبة هالزرع هذا يا إيه نعم أنا جيت عدة مرات نعم أنا إنساني من مع هو ينسي إحنا كلنا الحاجزين إيه شلون يعني نسائين نسائين خاصة وخاصة لسامي بعد فرق لا قبل سنة ما نحرقنا لا هم الكبار جاي أنا في نهاية والله والنعم لكن أبيك يعني جماعتنا ما بدنا احنا نزل من كل سبت انا نزل من المدينه قريبي كل سبت رتبه زي الرتبه ليش؟ عشان نشوف تحت محرك هيا عليك يا صاحبي تستاهل تستاهل قول انا محرك بيت انا محرك بيت محرك واير انت محرك بس كذي يلا بالنسبة والله المحرك تبون شيء يونس يونس ولا شيء لا 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 يونس لا لا والله انا يعني كنت فوائد عن المحرك ضمنها اسمع واحد قصيدة اسمها بكاء اطلال المحرك نعم هذه اذا تحبون يسمونها اي اي هذه خلها 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 الذكرى تنفع المؤمنين عشان يتذكر واحد ديرته وكل شيء ويشوف التغيرات اللي صارت يقول رجعت للحي القديم معاينا رجعت للحي القديم معاينا فارتاع قلبي له قد ضره الدهر أخذت أمشي به والعين ذارفة أحصي حصاه وكان القلب يعتصر أطلقت صوتا وهل بالحي من أحد فارتد صوتي صدى يعين مندحر بكى الزقاق وأبكاني ترديه فكاد ينطق لي والطين ينفطر وقفت أنظر ودمعي ظل منهمرا أسى عليه وحزنا لفقد السيف والبحر فأين دورا لأحباب عهدت به لم يبق منها سوى الأطلال والحفر أين البرائح تلك التي ضمت ملاعبنا لا يستدل عليها بغير الرسم والصور أين الدواعيس التي ضمت براءتنا كنا صغارا وأين العرش والدور وأين بقال الفريج قد اختفى وأين سقات الماء منك يا حي قد مروا وأين بقالا بدوحتنا مضى وأين جيلا جاءوا من بعدنا فروا فجاء صوت من الأفق منبعثا يبدد السؤل قال للخبر كفف دموعك وارتحل لا تشتكي واعلم بأن الحال قد يتغير من جئت تسأل عنهم قد فارقوا قسم تشتت وارتحل
أما البقية فأخبروا أما برق الحركة الله يرحمه الله يرحمه قال لي قالوا الشيس في القبطة حلو لا 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 مشكلة مبنيس زين واحد يعيد أنا أقول بعرف إن المجاوز مدارس إن الأوادم يجي تعال يأخذ يستفيد من المهنة ما يطلع أخذ إن شاء الله أنا ولا ترى هم من مغرورين ولا من راضين لذلك أنا أتكلم بالصراحة والعلم قالوا البيان وان عندك قصيدة قلت لي عندي قصيدة نعم قالوا شنو قلت البوق فوق مليون حلال لكن تسمعوا أنا قلت له ترى فاتوى قال فاتوى لحظة يا حبيبي صورة يا أولياء تعال تعال بعدين بكرني خلي يوسف يقول قلت فيه فاتوى غسان تاخذني عكس معاك صورة؟ اي عكس في السنة لا احنا قلنا يعني ويبها مقتصرة اي زي هذا لأن هذا لازم تسهل عدل صح قلت أنا قالوا في الأمثال والأمثال حكم ايوه من بغى يسرق لازم عنده فن يبغى تعشق اعشق لك قمر ولا بغيت تسري اغرفه بصحن القط والإغاث تلقى الفار لعب والقضاء لينذر الحج البحر حول الله صح اليوم انت الله سايقك لنا يعني انت اليوم الله سايقك لنا يا الله نعم فرصة حلوة يعني الله يبارك ما لقيناك في الميوارس لقيناك في القهوة حبيبي ابو عمر انت الحقيقه امي قد حملتيني حتى غدير الماء ذقناه ومن فاتي الكل منا حبا يشتم تربتك لما خطونا في حناياتي لما نطقنا نهلنا العلم من صغر انت المعلم وانت العمر يبداك سل الهدايه عني وعن ربعي فيها نهلنا علوم الدهر والعلم اتراك كم من صروح المجد قامت وشيدت على ثراك وبحر القوس حاكاك يا مال حبيبي انا حين مسوي اني صندق مسوي فود تراك ايه وين في الاستقلال مدينه عيسى انا اقولك هاي اللي شفتها فيديو عليك قاعد تطبخ انت تسوي شيء مسوي حيل فتيل عياره يعني بس الليل اوكي يعني كلهم عندي هناك عادي الحين ان شاء الله نمر عليك حياكم مشاهد عن اخبار الخليج اوكي ايه. انا هني وهذا اخبار الخليج في الليل تفتح ها في الليل في الليل ايه. افتح انا من الساعه 5 للساعه 5 العصر اي ليه من لي 10 ونص 10 شو له اسم والصبح بعد افتح له اسم حطنا هو كرك المحرك ايه. ربعنا قالوا وين ورا مدام تاني حط كرك الرفاع قلنا يلا رفاع المحرك بس يا